صلاح البال. كذلك من أسباب صلاح البال، كذلك من أسباب صلاح البال الدعاء، الدعاء، الدعاء والتضرع، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء، وما أدراكم ما الدعاء؟ إنه سلاح عظيم، إنه سلاح عظيم إذا استخدمه المسلم بإخلاص وصدق وتضرع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى العزيز الغفار. محاضرة للشيخ الفاضل عبد العزيز المحويتي حفظه الله كانت بتاريخ 19 من شهر محرم لعام 46 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل الذي وفقني ورفاقي لزيارة هذه الدار المباركة، الدار العامرة بالعلم والتعليم والصلاح والإصلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل سوء ومكروه. نسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ عالمها وشيخها، شيخنا العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى، وشفاه وعافاه ورفع ضره وبأسه، وجمع الله عز وجل له بين الأجر والعافية، وأن يحفظ طلابها والقائمين عليها ومؤذنها وإمامها والمصلين فيها. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. جزى الله المقدم خيرا الشيخ حميد حفظه الله تعالى وبارك الله فيه. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته ومرضاته. إخواني في الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ما أعظم هذا الحديث وما أكثر فوائده،
وما أعظم الوصايا التي تضمنت وجمعت فيه. ومن أعظم هذه الوصايا وصية نحن بحاجة ماسة إليها، الجميع بحاجة إلى هذه الوصية، الكبار والصغار، الذكور والإناث، الجميع يلتمس هذه الوصية العظيمة. المؤمن يسعى وراءها، بل الخلق كلهم يتمنون هذه الوصية العظيمة المباركة، إنها صلاح البال، إنها صلاح البال. إذا صلح البال لا يحزنك شيء ولا تحس بنقص شيء. صلاح البال، إذا صلح بالك فإنك لن تزل في فتنة ولن تسقط في محنة، وسيهديك الله عز وجل إلى الصواب والرشد والرشاد في الدنيا والبرزخ والآخرة. صلاح البال نعمة عظمى ومنة كبرى، يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. فما هو البال عباد الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: البال هو الأمر. وقال قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب الأكمة: البال هو الحال. وقال مجاهد المفسر الكبير رحمة الله عليه، الذي قال فيه الإمام الذهبي: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه عرض القرآن على حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: البال هو الشأن. وذكر العلماء أقوالا أخرى، قال ابن كثير رحمه الله: والأقوال متقاربة. وهكذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره: الأقوال متقاربة، اتحدت، اختلفت الألفاظ ولكن المعنى متقارب. فصلاح البال هو صلاح الأمر، صلاح الحال، صلاح الشأن، صلاح القلب، صلاح الذرية، صلاح الرزق، صلاح العلم، صلاح الأولاد، صلاح الزوجة، إلى غير ذلك. ليس صلاح البال تمرا تأكله أو عصيرا تشربه، إنما هو غيث من الله سبحانه وتعالى يكون في قلبك من الأنس والانشراح والطمأنينة والراحة والسعادة، وينعم الله وينعم الله عز وجل بذلك على من يشاء من عباده. فمن رام هذا الأمر العظيم فليسلك السبل التي رسمها الله عز وجل وبينها في كتابه الكريم. وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس أراد أن يصلح باله لكنه أخطأ الطريق، ظن أن صلاح البال في سماع الأغاني والموسيقى، ظن أن صلاح البال في النظر إلى المحرمات، في النظر إلى المسلسلات، في النظر إلى الأفلام، في النظر إلى ما يغضب الله عز وجل، ظن أن صلاح باله في شرب المخدرات والمسكرات وغير ذلك، ظن أن صلاح البال في جمع الأموال من حلال أو من حرام، ظن أن صلاح البال في الذهاب إلى المنتزهات والحدائق وما إلى ذلك.
كثير من الناس أخطأ الطريق. لقد رسم الله لنا الطريق التي تصلح بها بالك وتريح حالك وينشرح بها صدرك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه الآية تضمنت قواعد صلاح البال. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة أمور أساسية تصلح بها بالك وحالك وأمرك. والذين آمنوا، آمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنوا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مقولة الإمام الشافعي كما ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد: آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بالقرآن، آمنوا بالغيبيات، آمنوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، آمنوا إيمانا حقيقيا. هذا هو الذي ينشرح صدره، هذا هو الذي يسعد في حياته، هذا هو الذي يعيش مطمئنا. أما الكافر فلا سعادة له ولا راحة لباله أبدا، وإن كانت عنده ما عنده من الأموال والتجارات والعقارات. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعيش في ضيق، يعيش في نكد، يعيش في أمور يندى لها الجبين. ولهذا ذكروا في إحصائيات كثيرة عن الانتحارات في الغرب فوجدوا أن الأعداد هائلة. لماذا هذا الأمر؟ كثير منهم يريد الانتحار، بل ينتحرون، ذاك يقتل نفسه وذاك يرمي بنفسه من شاهق، وذاك يرمي بنفسه أمام سيارة، وذاك يشرب سما، إلى غير ذلك. إنه الكفر بالله عز وجل. لكن المؤمن يعيش عيشة عظيمة، يعيش عيشة سعيدة، يعيش عيشة مطمئنة، يرتاح باله. ثم قال: وعملوا الصالحات. هذا هو الأمر الثاني، آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل الصالح ملازم للإيمان، لا إيمان بلا عمل صالح، ولا عمل صالح بلا إيمان، فهما متلازمان. وعملوا الصالحات، هذا أقصر طريق لصلاح بالك، أن تحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أن تطيع ربك سبحانه وتعالى، أن تأتمر بأمره وتنتهي عن نواهيه. وأبشر بالسعادة، أبشر بالحياة الطيبة،
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، هذا كلام الذي خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا ويصلح أحوالنا ويصلح شأننا وأمورنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: والحياة الطيبة تعم الحياة الطيبة في الدنيا، والحياة الطيبة في البرزخ، والحياة الطيبة في يوم القيامة. يتنقل في الدور الثلاثة في سعادة وراحة واطمئنان بسبب ماذا؟ إيمانه وعمله الصالح. والعمل الصالح بابه واسع، من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك. وتأمل كيف قرن الله سبحانه وتعالى بين أمره بالعبادة وتكفله للرزق وتكفله بالرزق. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بيّن الله عز وجل أنه خلقنا من أجل عبادته، ما خلقنا من أجل أن نلعب، من أجل أن نأكل أو نشرب، من أجل أن نتناسل إلى غير ذلك. هذه وسائل لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا. وقال: ما أريد منهم من رزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تكفل برزقك، تكفل برزقك، ولا مانع أن تبذل السبب من أجل الرزق، لكن لا يكون على حساب الدنيا، لا يكون على حساب الدين، لا يكون على حساب الصلاة، لا يكون على حساب الآخرة، لا يكون على حساب استقامتك. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها، هكذا يطمننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الأمر الأعظم الذي من أجله خلقنا تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى، تحقيق التوحيد، أن نقيم الصلاة، أن نؤدي الفرائض، أن نبتعد عن المحرمات والمنكرات. بذلك تصلح الأحوال، بذلك تصلح القلوب، بذلك تنشرح الصدور، بذلك تسعد البيوت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى ذلك أن الله عز وجل يوفقك
في سمعك وبصرك ويدك ورجلك وجميع جوارحك، فلا توظفها إلا في طاعته سبحانه وتعالى. وهذا نتيجة عملك الصالح. وإذا كنت كذلك أراح الله عز وجل قلبك وبالك وحالك. وبالمقابل من أعرض عن الله، وقع في الشرك، تهاون بالصلاة، وقع في المخدرات والمسكرات، وقع في الفواحش والمنكرات، سمع الأغاني، عق والديه، قطع أرحامه، يصيبه من الهم والغم وسوء الحال والبال بقدر إعراضه عن الله ووقوعه في المحرمات. قال الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. من أعرض عن ذكري، أعرض عن الله، أعرض عن دين الله، وقع في الحرام والمنكرات، لم يتب إلى رب الأرض والسماوات، فإن له معيشة ضنكا. قال بعض أهل العلم: الضاد تشير إلى الضنك، والنون إلى النكد، والكاف إلى الكدر، فهو يتقلب في هذه الأحوال. وإن ضحك وأحس بالسعادة فإنها مؤقتة، سرعان ما تزول، سرعان ما تنتهي، لا تكون سعادة دائمة، لا تكون راحة دائمة. بعض الناس يظن أنه لو سمع الأغاني يرتاح البال، لو وقع في محرم، وقع في فاحشة، يسعد، ربما يضحك ويحس بنشوة، لكن سرعان ما يعقبها الهم والغم والحزن والأتراح والنكد إلى غير ذلك. وربما يقع في مشاكل مع جيرانه، يقع في مشاكل مع زوجته، يقع في مشاكل مع أولاده، مع أبيه، مع أمه، نتيجة الوقوع في الحرام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وزوجتي. يعرف أنه وقع في معصية وفي ذنب وفي مخالفة وفي منكر، يقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا، سمعت القرآن وسمعت الأحاديث، سمعت الخطب، سمعت المحاضرات، سمعت الخير، سمعت الدرس، سمعت الموعظة، لكنك أعرضت. تنسى، والنسيان بمعنى الترك مع علم الله سبحانه وتعالى، لأن النسيان ينقسم إلى قسمين: نسيان بمعنى الذهول، وهذا لا يليق بالله عز وجل، ينزه الله عز وجل عنه لكمال علمه سبحانه وتعالى. لا يضل ربي ولا ينسى، في هذه الآية وغيرها بإثبات النسيان في حق الله عز وجل، فمعناه الترك مع علمه سبحانه وتعالى بذلك، تحقيرا وإهانة لهذا المعرض ولهذا الكافر ولهذا المجرم الذي خالف دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الله عز وجل: وآمنوا بما نزل على محمد. هذا هو السبب الثالث من أسباب صلاح البال، آمنوا بما نزل على محمد، وهذا خصوص بعد عموم. قال: والذين آمنوا يدخل فيه أيضا وآمنوا بما نزل على محمد، ولكن ذكره الله عز وجل بمفرده لأهميته،
وآمنوا بما نزل على محمد والذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة. فالسنة منزلة كما أن القرآن منزل، إلا أنها لا تتلى كما قال بعض السلف. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال ابن كثير: الحكمة هي السنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: إذا ذكرت الحكمة مع الكتاب فالمقصود بها السنة. إذا ذكرت الحكمة مع القرآن مع الكتاب فالمقصود بها السنة، أي سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيلزم الإيمان بما في القرآن الكريم وبما صح عن المصطفى عليه الصلاة وأتم التسليم، ويلزم من ذلك الاهتداء والاتباع لما جاء فيهما، لأن فيهما النور وفيهما الهدى وفيهما الصلاح. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قد قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالهداية والنور وصلاح أحوالنا في اتباع ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من نأى وأعرض بجانبه عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يعيش في ذل ومهانة. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. السبب الرابع من أسباب صلاح البال الجهاد في سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وقرأ الجمهور: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فالذين جاهدوا من أجل الله وإعلاء كلمة الله، جاهدوا بأموالهم أو جاهدوا بأنفسهم أو جاهدوا بالدعوة إلى الله عز وجل، فإن الله سيصلح حالهم ويصلح شأنهم ويصلح أسرهم ومجتمعاتهم. قد قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. أجمع العلماء أن المقصود بالجهاد في هذه الآية جهاد الدعوة، جهاد المنافقين، جهاد الكفار بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بإبطال شبههم وإبطال ما هم عليه، ودعوة المسلمين إلى الدين الصحيح والسنة والخير، وتحذيرهم مما يخالف دين الله عز وجل. كذلك من أسباب صلاح البال الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء، وما أدراكم ما الدعاء؟ فإنه سلاح عظيم إذا استخدمه المسلم بإخلاص وصدق وتضرع وانكسار
بين يدي الله سبحانه وتعالى العزيز الغفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. خرجه الإمام الترمذي من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ما أعظم هذا الدعاء: اللهم أصلح لي شأني. تقدم معنا أن البال هو الشأن. اللهم أصلح لي شأني، أصلح لي حالي، أصلح لي بالي، أصلح لي ذريتي ورزقي وجميع أشيائي. تضرع إلى الله، انكسر بين يدي الله بهذا الدعاء النبوي الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابنته، أرشد إليه ابنته صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. لأنك ضعيف، ما تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا أذن الله، إلا إذا أعانك الله، إلا إذا وفقك الله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نبه بعض أهل العلم إلى الزيادة التي يزيدها بعض أئمة التراويح في دعائهم ولا أقل من ذلك. قالوا: لا داعي إلى هذه الزيادة، فنقف مع ما انتهى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا داعي لقولك ولا أقل من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح البشرية وأتى بما فيه الخير صلوات الله وسلامه عليه. جاء عند الطبراني من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. صححه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما أحوج ذلك المسكين إذا أصابه هم أو أصابه غم أو أصابه فقر أو أصابه سحر أو أصابته عين أو أصابه حسد أو أصابه ما أصابه من المكروهات والبلايا والمصائب، أن يلجأ إلى الله عز وجل كما لجأ الأنبياء والصالحون. قد قال الله لنا: ادعوني أستجب لكم. وأيضا من أسباب صلاح البال توحيد الهم، أن يكون الهم واحدا وهو هم الآخرة، أن يكون الهم هم الآخرة، كيف ترضي الله، كيف تكون في قبرك، كيف تكون يوم حشرك ونشرك، كيف ترفع درجاتك في الجنة، كيف تدخل الجنة، كيف تبتعد عن النار، إلى غير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام:
من جعل الهم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم دنياه. كفاه الله هم المعاد، كفاه الله عز وجل. الله يكفيك إذا كان الهم هم الآخرة، هم الصلاة، هم حفظ القرآن، هم تعلم الدين، هم الدعوة إلى الله عز وجل، هم العمل بالعلم إلى غير ذلك. كفاه الله هم المعاد، وكفاك الله عز وجل هم دنياك، وكفاك الله عز وجل الشرور. وأما من تشعبت به الهموم، قال عليه الصلاة والسلام: ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا فلا يبالي الله به في أي واد هلك، فلا يبالي الله عز وجل به في أي واد هلك. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله له أمره. في رواية: من كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه جمع الله له أمره، جمع الله له شأنه، جمع الله له حاله، أصلح الله عز وجل له نيته وسبيله وجعل غناه في قلبه. لأن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض. وفي حديث آخر: ليس الغنى عن ظهر، أي عن كثرة التجارات والأموال والعقارات والزوجات والأولاد، ولكن الغنى غنى النفس. فمن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. يرزقك الله من حيث لا تحتسب، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هكذا يا عباد الله. لكن من كانت الدنيا همه، همه أن يجمع المال، وإن ضيع الصلاة، وإن وقع في الشرك، وإن وقع في الحرام، وإن كان من سرقة، وإن وقع في الرشاوي، وإن وقع في الربا، وإن وقع في اللف والدوران، أهم شيء أن يدخل القرش من حلال أو من حرام. فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هكذا أيها المسلم، ليكن الهم هم الآخرة، ليكن الهم هم الآخرة، هم الدين، هم الدعوة، هم إصلاح النفس وإصلاح الحال. وأيضا إخواني في الله، من أسباب صلاح الحال والبال الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بالحوقلة بغير ذلك من أنواع وألوان الذكر. ألا بذكر الله، ما قال بالمزمار، ما قال بالموسيقى، ما قال بالأناشيد، ما قال بالنظر إلى المسلسلات والذهاب إلى الحدائق والمنتزهات. ألا بذكر الله، وأعظم الذكر قراءة القرآن الكريم الذي هو حياة القلوب وشفاء الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهو القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. تسمع كلام الله، تقرأ كلام الله، تتعلم كلام الله، تدرس كلام الله، تحكم كلام الله عز وجل. أبشر بالخير، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ننزل من القرآن، قال ابن القيم من هنا بيانية وليست تبعيضية، فالقرآن كله شفاء، فالقرآن كله نور لما في الصدور. انظروا إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، عندما استمع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان يقرأ في سورة الطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ماذا قال؟ قال كاد قلبي يطير، ودخل في الإسلام. تأثر بهذه الآية، سمع هذه الآية من رسول الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. تأثر بالقرآن، أصلح حاله بكلام ربه. وهكذا الجن عندما استمعت لكلام الله سبحانه وتعالى كان من شأنهم أن دخلوا في الإسلام وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. سمعوا كلام الله. وهكذا ينبغي علينا نحن أن نتأثر بكلام الله ونتأثر بآيات الله. لكن لما امتلأت القلوب بالمعاصي والمنكرات صرنا نسمع القرآن ونقرأ القرآن ونقرأ تفسير الآيات والكثير لا يتدبر، ربما لا تنزل دمعة من دمعات عينه. قلوب قست وأعرضت عن كتاب ربها سبحانه وتعالى، فتريد أن يصلح الله عز وجل حالك وأمرك وشأنك وبالك، أقبل على القرآن قراءة، تدبرا، تعلما، تعليما، تحكيما. جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأيضا عباد الله، من أسباب صلاح البال الصلاة. لو عرفنا قدر الصلاة، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة على إصلاح حالكم
على إبعاد همومكم وغمومكم وأحزانكم، استعينوا بالصبر والصلاة. وجاء في الحديث عند أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا كربه أمر فزع للصلاة. وكان يقول لبلال بن رباح مؤذنه رضي الله عنه وأرضاه: أرحنا بها يا بلال. راحته وطمأنينة قلبه بين يدي ربه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، فليلزم عتبة العبودية ليبث همومه وغمومه وأحزانه بين يدي ربه سبحانه وتعالى وهو راكع أو ساجد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف، ويعتبر الكسوف مصيبة، قال: فإذا رأيتموهما أي القمر أو الشمس فافزعوا إلى الصلاة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حال الأنبياء أنهم كانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله قال: كانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. وهم الأنبياء، يعرف أن همه وغمه سينفرج، وأن صلاح باله وصلاح شأنه سيكون بأمر الله سبحانه وتعالى إذا أرغم أنفه وجبهته بين يدي الله سبحانه وتعالى. افزع إلى الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، تجد الراحة والسعادة والإطمئنان. وأختم بهذا السبب من أسباب صلاح البال، وهو القناعة بما آتاك الله والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر. أصبح آمنا في سربه، هو في أمن وأمان في بيته وفي منطقته، أصبح آمن معافى في جسده، وعنده قوت يومه، عنده ما يكفيه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قناعة كنز، قناعة هي أن ترضى بما أعطاك الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي حديث سؤال موسى لربه سبحانه وتعالى في الست الخصال قال: يا رب من أغنى الناس؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. فكن قنعا بما آتاك الله، تطمئن، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ترتاح نفسيا. عباد الله، أيها الأخيار، أيها الفضلاء، فصلاح بالك يكون بطاعة ربك سبحانه وتعالى، ويفسد البال بقدر إعراضنا عن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجنبني وإياكم كل شر وضير. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكفينا شر أعدائنا
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل من الله سبحانه جل في علاه أن يغفر لنا ذنوبنا ويسر عيوبنا ويكفينا شر أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم خذهم من فوقهم ومن تحت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم كلهم نصيرا وكلهم معينا كلهم حافظا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.